يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه لليوم الخامس على التوالي لدخول المساعدات الإغاثية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة بعد تنسيق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة لدخول مؤقت للمساعدات من هناك لإغاثة المدنيين الفلسطينيين. ووصل عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح البري في اتجاه معبر كرم أبو سالم خلال الأيام الأربع الأولى إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات معيشية أخرى. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل المساعدات الإغاثية من هنا من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم. هذا هو اليوم الخامس لدخول هذه المساعدات الإغاثية المحملة بأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وسلات الغذاء وأيضا غيرها من الخيام والمواد المعيشية المختلفة. المتوسط اليومي التي تدخل به هذه الشاحنات إلى الناحية الأخرى متوسط 200 شاحنة يوميا. نتحدث عن أنها تتحرك من أمام بوابة معبر رفح المصرية تتجه إلى معبر كرم أبو سالم، بالإضافة لدخول بعض شاحنات الوقود. في الثلاث أيام الأولى لم تدخل شاحنات الوقود وتحديدا شاحنات الغاز، ولكن دخلت بعد ذلك في اليوم الرابع شاحنات للسولار، واليوم هو اليوم الخامس وما زال هناك تدفق لدخول هذه المساعدات الإغاثية. نتحدث هذا بدخول هذه المساعدات مع استمرار للقصف المستمر لقطاع غزة وتحديدا رفح الفلسطينية من شمال قطاع غزة، وأيضا رفح الفلسطينية في الجنوب شرق وغرب رفح الفلسطينية يتم قصفها ويتم قصف أيضا الأماكن الآمنة. كانت مستشفى الكويت التخصصي داخل رفح الفلسطينية قد خرجت عن الخدمة بسبب نقص السولار وعدم وجود السولار وأيضا استمرار القصف المستمر. الأونر وأيضا تحدثت أن يعني بسبب هذا الإغلاق الذي دام لمدة 20 يوما منذ 7 مايو كانت المخازن على وشك أن تفرغ تماما من المساعدات الإغاثية لولا دخول هذه المساعدات من المعبر الأهم وهو معبر رفح المصري. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.